بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين تنا تا توحيد الرا كتاب التوحيد الرا قرأ أجرو درسي أفرتمي زوج درسين تنا ترى باب ديسي أقنج العبان كتاب ربي سر هجالتو. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سورة الأعراف سورة الأعراف آيات الإباء في سقل تمكيستي والرب جلوان بيان إسي كيسجرو باب أقرتني جت ربي كينا فلما آتاهما صالحا فلما آتاهما جتشو ربي إساني كن جنان علم قاري إساني كن جنان جعل له شركاء جعل له شركاء فيما آتاهما والرب إساني كن كان كيستي شركاء برآتا تساني ربي التوائدان فيما آتاهما والرب إساني كن كان كيستي فتعالى الله ربين كن الآن جرا عما يشركون وأور مشركا أقرتني ربي تدان سن الراكل كلها جرا. قال ابن حزم اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. هاشا عبد المطلب ابن حزم أكجد علماء إسلام الرأي مقاتك قبلتها إبلو تجاني نما مقا اتباس حرامته إرت وليقلا علماءني أكمزني قبلتها عمري يجون يوكا قبلتها كعبة يوكا قبلتها رسول يجون فكان فكاد قبلتها إبلو تجاني حرامته إرت علماءني وليقلا وان عبد المطلبين انتهنين وانا كسليك عبد المطلب يكون هندفا ان شاء الله. وان ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال آية اما قرار تريف سورة عرافي كيسا قرانا جنو كانت عبد الله من عباس اكنا جلي لما تغشى آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة. فلما تغشاها جتشان آدم أقرتني ورأوا في التدياتي أكنمني أبهال وراتي جمو التدياتي إني جنان إيقا إني ولين أقرتني جراد إسين إنو الفويته شيطان إبليس التدفئة أني كقافة درا جنتا إسين باسساني إينا جدا يوكين لأجعلن له قرني أيل قرني أيل أني هو إسن كديد دنتات غافة اتقود إيه أغرتني غافة كاب من يسموكا أغرتني إسا اتقود إيه إسن أغرتني أكني غافة قلتين فيخرج من بطنك فيشق هرق غرا كان كيتي أغرتني غرا بقى إسي أكني باو قل أجل ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما كانان جرى صدات جسي وان أنجل إيجل أسمياه عبد عبد الحارث صداقي سي واما اغرتني عبد الحارث جل اواما جنة فابايا اي يطيعاه لك ايس جن يعني ادم فهو الذي دني فخرج ميتا غرو كن يسن غافن غدلني دعت غرابي ثم حملت ايغسل الليل مولد الفويته حواء فاتاهما ايضا فقال مثل ذلك اكو ما كان جل يسن جدي فابايا اي يطيعاه هندي دلما اللي اجتش فخرج ميتا اما اللي دعا ديت ثم حملت فآتاهما فذكر لهما اما اللي اتلفي اغرتني ساني دبته فأدركهما حب الولد كده سديس وكنا جاللت المارجتشو اسان
رقب دجرت وان ابليس جد كان فلتني فسمياه عبد الحارث. عبد الحارث يعني ومن عبد الحارث كني حارث يكون مقا شيطانا. فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما معنى اغرتني وربك انك ستي نيما ربي ثاني كنت تشركي ولنجتون كلا. والحديث رواه اثر كان اغرتني رواه ابي حاتم وله بسند صحيح ان قتاده قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عباده في عبادتي ايجتوك ستي اغرتني ربي تشركا وسو عبادك ستي ربي تشركوا هنتهن. وله بسند صحيح مجاهد في قوله لئن اتيتنا صالحا. اما لمجاهد ابا تفسيرا ما جئت ربي ان كان ان اتيتنا صالحا يا ربي واتي علما اجاك ابو كفاياك ابو مكنته سجك الرجال. قال اشفق الا يكون انسانا علما تهول ابو اغرتنين مما تهول ابو سداتا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما نمني بلا علماء هدوك انا دبتني جرا ايه واني اغرتني ايانتني مال ايات تركيز اغرتني واني جرو مال معنى الاسي آتاهم أجدت مال أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد الصالح آدم فهو أوان إسان بربادا المقاري رب إساني كنه معنى صالحا جدت مال إيه ولدا سويا مقوتو إساني كنه كأومان إسا قوتو جعل له شركاء إيه قسي أما ربي تغرتني جعل لله شريكا في الطاعة شيطان إيه جدت كيست ربي تشريكا قلن فيما أتاهما إيه ما رزقاهما من الولد والرب إساني كن كان كيسا تشكي قولا بأن سمياه عبد الحارث. عبد الحارث يعني وامسنيف ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله. ولربي أمي أغرتني قبرا ربي من يكبرات يفتوني جر ربي فتعالى الله ربي سن الله كل الله وأن ور مشركات لغر سن الله كل الله جنجي أمس أغرتني اتفقوا على لعل مراده حكاية الإجماع. اتفقوا جدشان أغرتني أسر التجر أمي وليقلن علماء جدشون سن وليقلن جدش علماء مالي رت على تحريم كل اسم معبد لغير الله مكا أبدي أبلو جاني قبل جاكنا قبل جا رسولا وكا قبل جاك أبا جان كان حرامته إرت علماء إسلاما وليقلن لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له ولربي خلق كل مرتنو موتم ربي جل جلن قبر ربي دي. وان عبد المطلبين انتين جدشو الرئيب جلن سمالي فلم يتفق على تحريم التسمية به. عبد المطلب يعني عبد المطلب يعني وامو خنرت علماني والإنقل ماليف معنى نساء أول ركي الرأي قولي أنه من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به مقا كسم بيك الموان تيف مقان عبد المطلب جدشاكو لقفا إردت والإنقل إما لأولماني برعا أبدي جياني أبدي أبلو جياني نموامو إردت على أبو مرتي وليقلني جلا أمس معنى آياتنا والإقباء مالين يخبر الله تبارك وتعالى عن آدم وحواء أنه لما أجاب دعاءهما ورزقهما ولدا سويا على الصفة التي طلبه لم يقيم بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي كما وعد بذلك بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله. أما أن آياتنا كيز رمال آدمي في هوا وانسان كانت الرب لقيا إلما كنيفي إلما قوتو كنيفي جنان أكس إلى رب الرا أرقى تنسني الرب نشكر يا رب جعل تتمال يعني ومن عبد الحارث يعني ومن ربي ملك قبرنا ما بالآتي في قول أن جدشوف. ومن تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله نعمة قوتو جدشو مال نمتك أغرتني ربي ملك قبر إبلو تجدشون هنتيو سني شركتو أرقما ربي إنسان الرأو في كل سجر. واني آيات تنرى في دمنو تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله حرام مقاتك كربي اگر تني قبر ابلوت يعني نموامون حرام ربي ملي اكم يسنك كرامك اكم كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبه. عبد الحسين جتشولين انتو عبد الرسول جتشولين عبد الكعبه جتشولين انتو ان الشرك يقع في مجرد الاسم
مكان كان وا مشركين ارغما يو حقيقه سنلي اتيادو لبن ربي لي من مكان ايمان ما ربي كان قال انتم فتشون دركما ان من شكر انعم الله بالولد تعبي ان من شكر انعم الله بالولد تعبيده لله لم تكو اغرتني ربي قال انتم فتشون نما علم الالسان قبل تربي تيسان جچورا باب دي تينا تارقا اغرتني تادرا ست ابتي باب دي انتو باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورة عراف كيسة ربنا كنجد آيات إبا في سدتم ولله الأسماء الحسنى ربي كيناف مقوطة ببريدة تجرى فدعوه بها إسهير ربي كلا مقاسن توسلتها يا ربي مقاكيت سكالة يا رحمن يا رحيم جتشون كل مقايسات سكالتش وذروا الذين يلحدون في أسمائه ورى آيات ربي كيسة رامك سن إيسا إسان سن سيزونا قالت دي فمجرا ما كانوا يعملون وان دلقان كان الرد إسان إيسا مكا ربي أغتني غاري كانان ربي كان الله بريدو ما كيسة غارو ما كيسة مكا ربي تدانقا ملي بريدو تاكا إسي هنجرتو فدوه بها جتا ملي اسألوه وتوسلوا إليه بها إسيسن ربي كان الله إسيسن الرب تركلا وذروا الذين أي اتركوا عارضوا عن مجادلتهم ورأى قرطني كافراس اللسان مرموا إيسا الذين يريدون يميلون بها عن السواب ورأى سواب الرامق أنا قرطني إسان سنرى سيزون إسان سني ورأى مقا ربي إرادر سنسني مقا ربي وكا مقا وان قبراني تواما غنا غلطة ديفمو جران وان دلقن الرد كوني ماليني وعيد شديد وتهديد بنزول القوة بهم كل آدن ربي ججب أغرتني صدا تشيس ربي أبا جبدو نسان ربوهين ور أغرتني سم اللات لا تنفى مال الرواما اشتقوا منها أسماء لأسنامهم لا تيكن أغرتني لا تيكن الله الرافولا معنى آية تناولتك أبا مال أخبر تبارك وتعالى عن نفسه لأن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال ربي كأنه مقا غاري كبريدو من إسا دنقا ملي بريدو كبوتا مقبوتو جل ربي كأنه وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها قبروت إسا اللي كان نكتل إسا أقر تنين التليات ربي جل وأن يترك الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجه وجهة سليمة والرخراب الأقر سنديسة وينحرفون بها عن الحق بشتى الإنهافات الضالة والرمك ربي أغرتني وانقر قرات الأقر سنديسة إذن مقاك يقاري خنا أنك لا جر سنين أن هؤلاء سيلقون جزاءهم الراضي جزاء إساني أرقت شجرا كإسان أغرتني إساني جزاء ديم وأن آية تنرى فيد بن مال مقا ربي كينا مقا قاري جراك كإسان ملد مقال ربي مرتنو بريد أما اللي ربي يوكرت مقال ربي تنكرجو ورع قرتنين خرر رامك إسان سن اتئيزو ربي الجزاء إساني ديبيا أما اللي الأمر بالعراد عن الجاهلين ورع جاهلاء الراقرقر والملهدين وإسقاطه من الاعتبار ورع جاهلاء دوك ديمو ميتي أكو ربي ورع مقالك يجلي سن إيسا لسن إيسو أما والنجر مال الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماع الله وصفاتهم نما مقارب بكيسة دانغا تري أغرتني صفة ربي كيسة دانغا تري لادنو جبت إساف جرا كوني أغرتني باب تتوني اللي أسبت جيب فمتي ورى وان لغهيفي وولدت مكانت وجته وياغا فربي ولغا اتملكاه ربي نهاتايزو هاقا درسي بالآتي ولد ديبنو تنغات ترى وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمتك أغرتني ربي ملك قبر إبل وتججون هنتيو سني شركة أرقما ربي إنسان الرأف كل سجر واني آيات تنرى فيد ابن تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله حرام مقاتك ربي أغرتني قبر إبل وتجاني نموامون حرام
ربي ملي أكمي سنكا كرامك أكمي كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة عبد الحسين جت شولين انتو عبد الرسول جت شولين عبد الكعبة جت شولين انتو أن الشرك يقع في مجرد الاسم ما كان كان وا مشركين كما يو حقيقة سن اللي اتياد الأبن ربي للمن ما كان إيمان إيمان ربي كان قال توفتشون دير كما أن من شكر إنعم الله بالولد تعبي أن من شكر إنعم الله بالولد تعبيده لله نمي تقوى قرتني ربي قلتهم فتجون نما إلما الألسان قبل ربي تإسان ججولا باب دي تينا تارقى قرتني تادراء ست آبتي باب دي تأنتو باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيزون ما كانوا يعملون سورة عرافي كيسة ربينا كندي آيات إبا في سديتم ولله الأسماء الحسنى ربي كيناف مقوطة ببريدة تجرى فدعوه بها إسهير ربي كلا مقاسن توسلتها يا ربي مقاكيت سكال يا رحمن يا رحيم جتشوك المقايسات سكالتشو وذروا الذين يلحدون في أسمائي ورى آيات ربي كيسة الرامك سنئيسا إسان سني سيزونا قالت ذي فمجرا ما كانوا يعملون وان دلقا كان الرد إسان إيسا مكا ربي أغرتني غاري كانان ربي كالالا بريد ما كيسة غارو ما كيسة مكا ربي تدان قاملي بريد تاكا إسي هنجرتو فدوه بها جمالي اسألوه وتوسلوا إليه بها إسيسني ربي كالا إسيسني ربي تركالا وذروا الذين أي اتركوا والدوا عن مجادلتهم ورى أغرتني كافلاس الإسان مرمو ديسا الذين يريدون يميلون بها عن الصواب ورى صواب الرامك أنا أغرتني إسان سنرى سيزون إسان سني ورى مقا ربي إرادب سنسني مقا ربي وكا مقا وانقا براني تواما غنا غلطة ديفمو جيران وان دلقان الرد كوني ماليني وعيد شديد وتحديد من ذول القوبة بهم كن آدنو ربي ججب أغرتني صدا جيسا ربي أبا جبدون إسان الربوهيد ورع أغرتني سمولات لا تنفى مال الرواب اشتقوا منها أسماء لأسنامه لا تيكن أغرتني لا تيكن الله الرافولا معنى آياتنا ولدتك أبا مال أخبر تبارك وتعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال ربي كأنه مكا غاري كبريدو من إسا دنقا ملي بريدو كبوتا مكبوتو إلى ربي كأنه وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها قبروت إسا اللي كان نكالا إسا أقر تنين التليات ربي جل وأن يترك الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى الغير إلى غير الوجه وجهة السليمة ورك رابي الأقرس إسا وينحرفون بها عن الحق بشتى الإنهافات الضالة ور مقا ربي اغرتني وانغر غراتي لا قول سد عيسى مقا كي يغاري كان نغدا جر سنين ان هؤلاء سيلقون جزاءهم الراضي جزاء ثاني ارغچو جران كايسان اغرتني ثاني ايساني جزاء ديم وني ايه تنرى فيد بن مال مقا ربي كنا مقا غاري جرا كايسان مل مقا ربي متنو بريد امل ربي يوكرت مقا ربي تنكلچو ور اگر تنين خرر رامك إسان سن اتئيزو رب الجزاء إساني ديبيا أما الأمر بالعراد عن الجاهلين ور جاهلا إراغرغر والملهدين وإسقاطه من الاعتبار ور جاهلا دوك ديمو متي أكو ربي ور مقاكي يجل سن إيسا لسن إيسو أمس والنجر مال الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماع الله وصفاتهم نما مقا ربي كيسا دانغا تري اغرتني سفا ربي كيسا دانغا تري آدنو جبتو إساف جيرا كون اغرتني بابت تنين لي أسيت جيب فمتي ورى وان لغهي في وولدت مكانت وجته وياغا فربي ولغا اتملكاه ربي نهاتايزو حقا درسي بالآتي ولد منو تنغات ترى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي كأنه مقا غاري كبريدو من إسا
دنگا ملي بريدو كغوتا مقبوتو جرا ربي كينا وامر عباده ان يسالوه ويتوسلوا اليه بها قبروت ايسال كان نكدا انسان اگر تنين تياد ربي جل وايت كل الذين يميلون بهذه الاسماء الجليله الى الغير الى غير الوجه وجهة سليمة والركراب الأقر سنديسة وينحرفون بها عن الحق بشتى الإنهافات الضالة والرمك أربي أغرتني وانقر قراتي الأقر سنديسة إذن مقاك يقاري كان أنك لا جرب سنين أن هؤلاء سيلقون جزاءهم الراضي جزاء إساني أرقج جلن كإسان أغرتني إساني إساني جزاء ديم واني آية تنرى فيد من مال مقا ربي كينا مقا غاري جراك كإسان ملد مقال ربي متنو بريد اما اللي ربي يوكرا تم مقال ربي تنكرجو ور اگر تنين خرر رامك اسان سن اتئيزو ربي الجزاء اساني ديبا اما اللي الامر بالعراد يعني الجاهلين ور جاهلاء الراقرقر والملهدين واسقاطه من الاعتبار ور جاهلاء دوك دعمو ميتي اكو ربي ور مقاك يجلي سن ايسا لسن ايسو اما ونجر مال الوعيد الشديد لمن الحد في اسماع الله وصفاتهم نما مقارب بي كيس الدانغا تري اگر تني صفة ربي كيس الدانغا تري آدنو جبت إساف جرا كون اگر تني باب تتوني اللي أسيب تجيب فمتي ورى وان لغهي في وولدت مكانة وولدت مكانة وجته وياغا فربي ولغا اتملكاه ربي نهاتايزو هاقا درسي بالآتي ولد ديبنو تنغات ترى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مومتي أكو ربي ور مقاك يجلي سن إيسا لسن إيسو أمس ونجر مال الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماع الله وصفاتهم نما مقا ربي كيس الدانغا تري أقر تني سفر ربي كيس الدانغا تري آدنو جبت إساف جرا كون أقر تني باب تتوني اللي أسيب تجيب فمتي ورى وان لغهي في وولدت مكانة وولدت مكانة وجته وياغا فربي ولغا اتملكاه ربي نهاتايزو هاقا درسي بالآتي ولد دي منو تنقات ترى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لغهي في وولدت مكانة وولدت مكانة وجته وياغا فربي ولغا اتملكاه ربي نهاتايزو هذا درسي بالآتي ولد من التنقات ترى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين.